نجيب عبد اللطيف مندوب جمعيه الضفتين للتنميه وحوار الثقافات باسبانيا، مندوبها ومثلها بهنا بالمغرب. احضر بصفتي مندوبا لهذه الجمعيه وايضا نيابه عن رئيس الجمعيه الذي تعذر عليه الحضور لهذا اللقاء الهام المتعلق بقضايا الهجره. كانت مداخلتي تنصب حول مساهمه الجمعيه جمعيه الضفتين في بعض المشاريع التنموية داخل منطقتنا وخصوصا في منطقة الفقيه بن صالح، وهذه المشاريع التنموية موجهة بالخصوص لفئة الشباب وأيضا لساكنتين في دوار ولا ضربيعة للاستفادة مثلا من بعض من سيارتي إسعاف مجهزتان، وكذلك لاستفادة بعض تلاميذ مؤسستنا التعليمية من بعض الحواسيب، وأيضا مشاريع موجهة لفئة نساء العائدات من المهجر عن طريق برنامج للتكوين في ميدان الخياطة، وأيضا تمكين بعض النساء من هذه من آلات الخياطة من الطراز الجديد. إذن جئت داخل هذا المنتدى الهام الذي ينظم طبعا من طرف جمعية نيو ماروك لغرض أساسي، وهو إظهار مدى أهمية ودور المهاجر سواء في بلد المهجر من خلال حضوره وإشعاعه في أوساط المهاجرين، وأيضا من خلال ما يمكن أن نصطلح عليه بالدبلوماسية الموازية داخل البلد المضيف، وأيضا للتعريف بالمغرب وثقافة المغرب وحضارة المغرب. إذن أستاذ ظاهري كأستاذ جامعي يقوم بهذا الدور في عدة منتديات وفي عدة لقاءات باعتباره متخصص في ميدان الهجرة، وأيضا كاتب له إصدارات كثيرة تهم التحولات المجتمعية، تأثيرات الهجرة على الميدان الاقتصادي، أيضا الهجرة الدولية وأفقها في المستقبلية، مشاكل المهاجرين. هذا الحضور أيضا يوازي حضور آخر وهو في أوساط المهاجرين من أنفسهم ومن خلال تتبعه لقضايا المهاجرين. ينبغي أن نشير أيضا إلى أن هذه جمعية الضفتين لها حضور وازن أيضا في بعض المحافل وفي بعض الملتقيات سواء داخل التراب الإسباني أو خارجه وكذلك داخل بلدنا الحبيب. لا ينبغي أن نغفل أيضا مسألة أساسية ومهمة جدا، وهي هذا يعني الحضور الفاعل والحضور المشع للمهاجر المثقف يعطي صورة إيجابية سواء بالنسبة للبلد المضيف أو بالنسبة لبلد البلد يعني النزوح اللي هو المغرب.